Hello and good morning. Good morning, everyone. So I'm going to share the screen. Good morning. So we have so far have done or have studied the pragmatics bit in the chapter of annotating pragmatic, semiotic, and stylistic aspects. And we are supposed to finish all of these, addressing terms, cooperative principle, locutionary acts, implicature, interpretive semiotics, locutionary acts, pragmatic versus syntagmatic axis, perlocutionary acts, politeness, pragmatics, schemes, semiotics, speech acts, structural semiotics, stylistics, and tropes. Good morning, Doctor. Yes. فينا نحكي شيء قبل ما نبدأ بالفصل هاي؟ كمان مرة عيدي أنا مش سامع الصوت. فينا بدنا نسأل شيء قبل ما نبدأ دراسة، قبل ما نخش في الموضوع الكتاب. أخذنا نصفه. والاسايمنت سلمناه لك، في اسايمنت انت قلت من ارفع لكم على المدرسه ومسلم وما رفعتهوش وحليناه ما اعطيناك اشياء تبع كلمه ليتل. يعني مش عارفين كيف حنحسب النشاط. احنا على حافه اخر اسبوع في 24 حيتسكر المودل 24/12. حيتسكر المودل على الكل، على الدكاتره وعلى الطالبات نهايه الفصل 24 يعني. اوكي، اشكرك يا هنان. فمش عارفين كيف بدنا نضمن علاماتنا. قدام رب العالمين، بس يعني انت مش عارفين لا النشاط معطوط عليه علامه ولا حاجه، معروف انها جبنا في النص في علامه بس. وطبعا النص في ولا واحدة راضي فيها، اظن فيش حدا جايب فيك علامه كامله. طيب ايش حنعمل؟ اذا خلوني افكر، احنا متى موعدنا الجاي؟ يوم الثلاثاء الجاي، الاحد الجاي. يوم الثلاث بكون 24، الثلاث الجاي بكون فيش لقاءات، يضل لنا لقاء واحد. اوكي، اذا تابعوا المودل وتابعوا الواتساب، ممكن انا اديكم، خليني ادرس الموضوع، اعمل دراسه لكم. في النهايه انتم عندكم الان فقط 20 درجه، هن اللي بدكم مهتمين فيهن، صح؟ صحيح. اظن انا ضامن منهم خمسه. ايش؟ مش انا ضامن منهم خمسه؟ لا، ايش؟ على الباور بول. بعمل خمسة. أنا أقول في خمسة معقول؟ يا سيدي ماشي. خلينا أدرس موضوع الدرجات، ولازم نلتقي فيكم عشان أقول لكم إيش حنسوي فيهم. يعني فقط أنتم بتتسألوا عن العشرين درجة، صح؟ يعني النصف عرفنا، النهائي معروف على الموديل، وضايل بس إن العشرين درجة تاعت النشاط بتودي المعدل. أوكي ماشي دكتور. بالنسبة لعلامة النصف، ممكن يعني كيف ممكن نعدلها ولا حضلها زي ما هي العلامة؟ عندك 80 درجة الآن، اشتغلي فيهم يا هبة بعينك على الله. ماشي، وين باقي البنات؟ عمار برغوت كيف حالك؟ عمار برغوت سمعني؟ يا عمار، عمار، اوكي، اظن اسمها قمر مش عمار، مش عارفه. We are done with all of these, the maxims of quality, clarity, brevity, etc. Assertive verbs, non-assertive, declarative verbs. I'm going through
Okay. Let us move to the aspects of semantics. Who can read? Who can read? Yes. Go on. Aspect of semantics. In order to express their feeling, options, ideas, and experience of the world, people normally use language. However, in addition to the linguistic elements, they use sign, symbol, sound, and so on. Gertman held that in order to study how people make sense of their experience of the world and how culture share and give currency to this understanding, or need to adopt a somatic approach from such perspective and Sabri Malhum state that somatics is the study of the method in which local population communicate throughout sign and symbol that are obviously influenced by cultural traditions. Okay. And the most common definition of semantics is that it is the study of science. Signs. Okay. The study of signs. Now, sometimes if you are unable to express your idea in words, you express them in signs. Okay. Look at this example. The source text, who can read it? Yes. بعوض. وقال عبد الصمد مستفزا: أي فلوس؟ أنا عارفك كنت خال عينك عليها عشان مال أبوها. واحتد الناظر وهو يرد التهمة عن نفسه: أنا أخاف الله يا رجل، هذه في عمر بناتي. دكتور، هاد أخذناه. لا، ما أخذناهوش. لا، ما أخذناهوش. هذه من الطيب. لا، كيف بدنا ناخذ وما كملنا؟ صحيح صحيح. عشان انا درست حضرته. لا لا، ما خدناه. الان هو ايش بقول؟ هذه من عرس الزين للطيب صالح كاتب السودان. وقال عبد الصمد مستفزا: اي فلوس؟ فيها سيمتكس، لاحظ كيف؟ واضح الاستفزاز. انا عارفك كنت خال عينك عليها مش مال ابوها، عشان مال ابوها. خال يعني انت حاطط. هذه سوداني معناها أنت حاطط عينك عليه. واحتد الناظر وهو يرد التهمة. احتد سيميتكس. أنا خاف الله يا رجل، هذه في عمر بناتي. أوكي. What money? said عبد الصمد provocatively. I know you had your eye on her because of her father's wealth. I have some shame, my dear fellow, said the headmaster, furiously warding off the accusation. She is no older than my daughters. يعني كلمة مستفزا واحتدا حطت من معنى السياق انه عشان نبين انه I need somebody now to read the comment. Yes. Here the first sign that functions is عليها خال عينك عليها. Let you put your eyes on her. Literally, يعني literally. Let أنا معناها literally. Oh. It literally means you put your eye on her. يعني حاطط عينك عليها. Okay. Okay, go on. Clearly speaking, such an expression recall other sign fair. ليش الخط صغير؟ Such as تحبها, you love her. تعجبك, you like her. تميل لها, you are a to her, which refer to the same sign fight to put it differently to put it differently the expressions خل عينك عليها in this context refer to physical reference in the real world.
I man, boy, and woman, girl, as well as in focusing in the mind of the hearer or rider, the idea of being attracted, attracted to somebody else. It is to somebody. It so happened that Arabic and English comprise such a word experience in the similar way, thus giving rise to optimal equivalence in which both formal equivalent. For example, the image conjured up in the mind of the reader and functional equivalent. For example, the function of the experience in independently of the form and its image conjured up in the mind of the reader. Thank you, Hanani. So these are the things you need to take when you translate, that there is semiotics, and semiotics is considered in translation. It is not left out, okay? And this is the main thing you need to take care of when you when you translate. Look at this. فتح عينيه أيوة. فتح. فرأى الدنيا حمراء ولا شيء فيها ولا معنى لها. He opened his eye to see. هنادي نشوف هبة عوض. من هبة؟ طلعت ما اسمهاش عمرو أستاذ، اسمها قمر. نعم. يس دكتور. يلا يا هبة تفضلي. يلا. وين بالضبط؟ احنا هاني هبة. فتح عينيه فرأى الدنيا حمراء ولا شيء فيها ولا معنى لها. He opened his eyes to see a red world without meaning or signifies. There is a sign here. فتح عيني. Okay. And it's chosen from a set of possible words, expressions such as فز انتبه صحى نهض استيقظ من النوم. Okay. And the like. The same holds true for other signs used, such as رأى instead of شاهد, لاحظ, أبصر, أدرك, أن, okay, etc. Instead of العالم, الجو, حمراء, الدنيا طبعا, الدنيا instead of العالم, حمراء. كويس إنه تكونوا بس فاهمين هذه الأشياء. هذا ما بديش إحنا نطول. في السيميتكس. Can you read this text? From الخبز الحافي by شكري محمد شكري. اجلس مكانك لابد أن يكون قواد هو القواد هو الذي يدق بهذا الشكل. Stay where you are, say the zilishi. كيف يعني هيك ترجمها؟ He took out the insulted word. It seems so, right? There is no insulting word. اسم شخص. Yeah. ولا. Stay where you are. In the source text, a number of signs are chosen out of a set of possible words. اجلس مكانك. Okay. قف. ابقى. خليك. انبطح. لا تتحرك. Okay. لا بد. يتوقع. Okay. Now instead of احد الجيران مستطرق ضيف, we use the bad word here. Okay. So sometimes you take out a word if you feel that it is problematic, or this in fact is more appropriate in the field of politeness. And this takes place when you watch an NBC promoted movie where certain words in English are not translated into Arabic. This is called translation by deletion, based or reliant on the cultural background of the recipient audience. Okay. Okay. هات نشوف هذا. يلا. يقرأ يا نجلاء أبو نجا.
نجلاء. يلا يس دكتور وان مين an interview with the news week yesterday the Israel defense minister said that the Palestinian schedule opportunities constitute the main course for the Israel troops entering cities in the West Bank. ادعى وزير الحرب الصهيوني في مقابلة مع مجلة نيوزويك أمس أن العمليات الاستشهادية الفلسطينية هي السبب الرئيسي في اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. Yeah, what do you notice here? In an interview with Newsweek yesterday, the Israeli defense minister said that the Palestinian suicide operations constitute the main cause for the Israeli troops entering cities in the West Bank. مين يقرأ العربي ويعلم؟ In an interview, عمار بروث موجود. عمار بروث موجود. دي قمر يا استاذ اسمها قمر قمر طيب قمر قمر موجودة أظن المايك عندها مش شغلة هي كاتبة على الشات اوكي في عندها مشكلة لا مشكلة شروق جدلة موجودة رشا القططي رشا القططي مين تقرأ يا بنات؟ اقرأ شوف يلا ادعى وزير الحرب الصهيوني في مقابلة مع مجلة نيوزويك أمس أن العمليات الاستشهادية الفلسطينية هي السبب الرئيسي في اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. إيش بتلاحظوا بين الترجمتين؟ سد اسرائيلي ديفنس مينستر سد اخذها كلمة الدعاء شوف هنا ايش هذه وزير الحرب الصهيوني ترجمة لايش الحدة فوق ان ذا اسرائيل ديفنس مينستر هذا اللي ترجمها واحد عربي فلسطيني او واحد عربي ضد الاحتلال الاسرائيلي لو انه واحد طيب. اسرائيلي مش حيقول الدعاء ولا وزير الحرب الصهيوني حيقول ايش هقول إشي تاني هيقول مثلا قال وزير ايش بيحكوا عن وزير الحرب وزير الدفاع ممكن صرح وزير الحرب بالضبط يعني صرح وزير الدفاع الإسرائيلي هو هيك الإنجليزي وزير الدفاع يا العمليات الاستشهادية ايش هذه الفلسطينية هيقول عن الاويسيس اوبريشنز سوسايد اوبريشنز هي عمليات انتحارية بس هو راح عملها ايش استشهادية شرف يعني واضح الكلام تمام entering ترجمها لايش ترجمها لايش entering اجتياح اجتياح اوكي طيب انا بدي اقف هنا على aspects of stylistics اوكي next time حنخلص الاسبكت اوف ستايلستكس والباقي حتعملوه فري ريدنج ماشي قراءه بيتيه بالنسبه لل خليني بس احكي لكم يا بنات تفضل سامعيني تمام دكتور تمام بالنسبه لل للدرجات انا بعثت لكم assignment صح تكليف قبل هيك كله حلنا تبع المجازين يا دكتور اللي حكيت عنه اخر شيء تبع الجاردن المجازين تاع المقال نترجمه حكيت عنه خلص شو وضعه ترجموه انا بحط لكم على المود اللي تبعتوه لي بحط لكم على المود اللي كيف تبعتوه ماشي على المود خلص تمام بس يا دكتور لو ترفقوا اليوم عشان نعرف
عشان قبل ما يسكر احنا المودم. طبعا نتكلم عن هذا النص عشان احنا نكون دقيقين وكلنا كنا على نفس الموال. خليني اشوف لكم اياه بس نتاكد انه احنا كنا على نفس الموجه. يعني هل قد هتحسب ال 20 درجة على أول assignment اللي هو تبع العشر ترجمات والليتل والنص الجديد؟ اي نعم. الليتل ما ضفتهوش، الليتل يا دكتور أنت ما ضفتهوش على الموديل. إحنا حليناه بس أنت ما أخذتهوش منا. مش هذا النص اللي بدنا اياه، استنى اشوف. بس كبير كتير المقال إذا هو تبع النيوز اللي حكيت لنا عنه. صح، مش هذا هو؟ آه بس كبير كتير، يعني نترجمه وخفف لنا منه شوي، ما في وقت. آه يا دكتور. تمام يا بنات. طبعا آه انتوا هو عارفين بس النص الانجليزي اللي بدكم تترجموه صح؟ نترجم العربي. صحيح. خذوا اول 1000 كلمة منه وترجموهم. ماشي يا دكتور، انت لازم تنزلها على مود على اساس انه تكليفه مسلمه، لانه يا دكتور نزلته وورد مفاش كيف عادي نسلمه. ماشي، نزل على اساس تكليف، يعني نسلمه ونرفقه على اساس مثلا ملف موديل او شيء زي هيك. ماشي، بننزله ملف وورد، سوري. ولا يهمك، بننزله لكم ان شاء الله. عندكم اسئله اخرى؟ في سؤال انا سالتك اياه في النصف وقلت لي بتحكي لنا في اللقاء عشان نشرحه. هات. Can we say the Schusterman classified the strategies depend on the level of linguistic؟ هل يعتمد the Schusterman على تصنيفات الاستراتيجي اعتمادا على اقسام linguistic؟ طبعا ما فيش شيء. صحيح. Translation for a long time had been a branch of linguistics، وكثير من الناس اللي عدوا الترجمة وصاروا pioneers فيها come from a linguistic background. طب يا دكتور الحين ده السؤال، الحين لما احنا نترجم بنترجم على اساس ايش فهمنا ونحط، ولا يعني على اساس ايش الماده اللي بتنفهم؟ يعني انا اكيد حتاثر علي ميولي لما انا بدي اترجم لحاجه انا ما عجبتنيش، اكيد حترجم فيها ان احسس القارئ ان هي مش حلوه، وهي هل خطا يعني في الترجمه؟ Translation to when we ask the question, is the translation to maintain the source text style? Yes or no? The question is yes. تمام؟ ولا سيما لما بيكون literary translation. Why the answer is yes? The answer is yes because the translator needs to reflect the identity of the text in the source language. But again, certain translators would go beyond this maxim and adapt the translation. This is why there is an adaptation. يعني في مسألة هذه نظريات هنادي. في ناس بتقول لك أنا بدي أصلح النص إذا كان فيه خطأ، وبدي أنا إذا كان النص بأذيني بدي أنا أتعارك معه، زي النص هذا تبع النص الفلسطيني اللي راح ترجمه ادعى بدل سب وبدل وزير الدفاع الإسرائيلي حط وزير الحرب. It depends on the political and ideological and social orientation of the outlet of the editor of the institution to which you translate. To you as a translator, if you are in the position of an authority. لو أنت عندك سلطة وأنت مترجم وبدك تتصرفي، ما حدش بيمنعك تتصرفي الا اذا المحرر بيقول لك ما تتصرفيش. يعني هذه المسائل كلها translation is about power relations. If you have the power to adapt the text then nobody can deter you or prevent you from doing so. But sometimes if you translate a text for an institution that gives you the translation brief, you have to abide by the translation brief. عارفين ايش يعني translation brief؟ يعني ارشادات الترجمه، بقول لك ترجمي حرفي، ترجمي كذا، احنا بدنا كذا، واضح الكلام؟ المساله هذه ما فيش فيها، المساله هذه ما فيش فيها قاعده تضبط المسائل، ما فيش ابيض واسود. كل نص، كل مترجم، كل مؤسسه، كل جريده، كل صحيفه تلاقي لها توجهات.
التوجهات هذه بتحكم قراراتها اللغوية. يعني البي تمام بي سي لما بترجم نص غير لما بترجمه القدس العربي، غير لما بترجمه قناة العربية، غير لما بترجمه أصلاً المعركة كلها على الكلام، المعركة كلها على التيرمز. واضح الكلام؟ تمام تمام آه بس إنه سؤالك وجيه يا هنادي، very good. احنا هيك مستنى تنزلنا التكليف عشان نسلمه وتشوف انت هي حلولنا، يا ريت تحط لنا علامة على التكليف عشان نعرف انه احنا وجايين ونزلوا يا دكتور اليوم علشان نلحق يعني نحل، لأن في نشاطات تانية عندنا يعني مواد تانية. ماشي، انتوا ابدوا ترجموا فيه نص الجارديان هذا الفوسل فيول، خلاص انتوا عندكم نص، انتوا ابدوا ترجموا فيه. يعني لو انا تاخرت، لاني انا بدي اطلع على الجامعه الان، لو انا تاخرت خلاص انتوا معاكم نص، ابدوا ترجموه. يعني مش تمام، مش قصة يعني أي وقت أني تايم. ماشي، any questions؟ يعطيك العافية يا دكتور. الاختبار النهائي بكل اللي أخذناه، كل اللي أخذناه في كل الكورس أوت لاين، يعني اللي إحنا ما قدرناش نكمله بتقرأوه لحالكم، زي مثلا أي حاجة ما أخذناش إن شاء الله بنكمل كل شيء مع بعض. يعني خلينا نسبق الأول الكلام. دكتور الجمل هاي اللي بناخدها اللي بنقرأها بالعربي وبنترجمهم واللي فيها الكلمات سيمتك والأشياء زي هيك، يعني كيف راح تيجي في الاختبار النهائي؟ ما فيش عندي فكرة لأن لسه ما قعدتش أحطه، بس هي أتوقعها تجي بأشكال مختلفة. أنتوا طلبة ناضجين ولا لا؟ أكيد إن شاء الله. يعني أتوقعها تجي بأشكال مختلفة. إيش أنا يعني مش هجيب لكم حاجة، أنا في الغالب من جوا الكتاب كله. ديروا بالكم من اللي أنت حكيتي، الجمل اللي غطناها والجمل اللي ما غطناهاش مطلوبها، ديروا بالكم هذا مهم جدا تعرفوا الكلام. يعني كويس انتوا تتدربوا عليها. يعني انا بدل ما اجيب حاجه من برا، يعني انتوا الان محظوظين انه عندكم الماتيريال، عندكم العجينه تفهموا منها الاشياء. تمام تمام الله يعطيكم تمام العافيه. يعطيك العافيه، يلا سلام عليكم.